نحتار كثيرا أو نقلق عندما نقوم بترتيب حقيبة السفر، بل نقف ساعات أمام الخزانة. أحيانا نخطئ باختيار الملابس، وأحيانا نقوم بأخذ كميات كبيرة لسنا بحاجة إليها، بل تسبب في زيادة الوزن في الحقيبة فقط. كيف نقوم باختيار الملابس أو الأكسسوارات التي سنرتديها خلال فترة سفرنا، وأي منها تعد قطعا أساسية لابد منها، أو إلى أي أقمشة نلجأ لتكون عملية وسهلة في آن واحد؟ للمزيد تنضم إلينا في استوديو خبيرة المظهر أسماء لوتا. صباح الخير أسماء. صباح النور. سعد صباحك. حنستغلك اليوم استغلال كبير بما أنه خلاص يعني الإجازات الصيفية بدأت الناس على الرحيل، الناس كلها قاعدة تحضر وفي المولات يسوون شوبينج تحضيرات، وأنا من الناس اللي دايما أحط الخزانة في الشنطة. أيوة. فخليني أستفيد منك. هاي الغلطة اللي نسويها أغلبنا، نحط أشياء وأغلبنا نرجع تقريبا نص الأغراض متلبسوش نفس ما هي بالضبط، ما نلبسه. نحن نحس ان احنا بنحتاجها بس عادة ما نحتاجها. فأول شيء لازم نركز عليه ان نختار القطع الأساسية والقطع اللي نقدر نستعملها كذا استعمال، نسقها بكذا طريقة. حلو. مو بس بطريقة واحدة. زي ايه؟ مثل البيزكس اولا، على حسب طبعا ستايل كل وحده اذا هي مثلا متحجبه او لا. طبعا من البيزكس المهمه بالنسبه لي التي شيرت البيضه، بالاخص الحين احنا بالصيف، فيا يكون مثلا تي شيرت تي بلين بيزك، او مثلا حتى ممكن نروح على القمصان، بس قمصان تكون طبعا قطنيه. ومهم جدا نختار الخامه المناسبه. الحين فتره الصيف القطنيات والكتان هي انسب شيء، نبتعد عن البوليستر، النايلون، الخامات شوي باردة يعني مريحة. باردة ومريحة مريحة في السفر. بالضبط. الشغلة الثانية إن إذا على حسب مسافرين، إذا مكان بارد أو بحر أو بيتش ديستنيشن، فإذا مسافرين مكان بارد مهم جدا الترنش كوت. الترنش كوت قطعة أساسية نقدر نلصق عليها كل شيء. وطبعا الافضل اذا رايحين مكان بارد نسوي ليرنج، يعني نلبس كذا طبقه يكونون خفاف، بدل ما نلبس طبقه واحده تكون سميكه او تحررنا وما نقدر بعدين يعني اذا تحررنا نتقيد فيها. يعني تقصدين انه بدل لا ناخذ قطعه واحده نتقيد فيها، ناخذ اكثر من قطعه ونسوي ليرنج. بدال مثلا الترنش كوت اذا رايحه لمكان شوي حر اكثر، في هذا البليزر، بليزر كاجوال يعني مش بليزر رسمي، بليزر انستركتشر يعني خياطه شيء فضفاضه خلينا نقول واسع. هاي بعد قطعه احسها وايد مهمه وممكن تتنسق على اي شيء، على جينز، على بنطلون، على تنوره، ممكن احطها مع حزام مثلا، ممكن احطها مع اكسسوارات مختلفه. فهذا يكون تفكيري وانا قاعد ارتب الشنطه. من الاشياء بعد المهمه جدا وهاي انا تعلمتها بال ترايل اند ايرور، يعني كنت في الطياره مع بنتي ومره تشبت علي عصير، وانا هي طبعا الاطفال دائما يبي لهم ملابس احتياطي، بس حقي انا ما عرفت شو اسوي. فتعلمت من وقتها الدرس ان نلبس الاشياء يكون فيها نكشات. أيوة. يعني مثلا البنطلون هذا حركه ذكيه، البرنت يكون كومبليكيتد، يعني مش مثلا ساده وفي طبعات مكرره، لا معقد. زحمه. طيب. فهذا ما يبين فيه اذا شيء توسخ، مثل هذا البنطلون على سبيل المثال، او تفضل ان هاي هذا علشان اشترى الاوبشن. أيوة. تلف رهيبه عندكم. مثلا على سبيل المثال هاي التنوره تشوفون عمليه صيفيه، وهاي موضه التنانير بعد طالعه اللي فيها ازرار من النص وخفيفه للصيف، ممكن استقها بكذا شيء، البسها مع تي شيرت، البسها مثلا مع جينز من فوق، فبعد عمليه. يمكن ده موجود في كل خزانه للسيده او هذا اساسي. ايوه أساسي ده ممكن جداً. نستخدمه في كذا لبسه ولا ممكن في اي مناطق طبعاً. مثلا طبعا على حسب بعد الشخصيات، انا واحده من الاشخاص اللي دائما احس اني بردانه، فحتى اذا رايحه مثلا على اوروبا شوي الجو نص نص مو بوايد برد، فهاي القطعه مثلا الجينز الدينم جاكيت اللي يكون اوفر سايز حلو حق في الليل لو الجو شوي برد، ممكن تناسب يعني مو شرط. ممكن نلبسه كمان كطلعة، البسه مع كذا شيء، مع جينز، مع تنوره. فيعتبر بعد قطعه عمليه. هاي بعد ابى اقول عن هاي هذا البنطلون على سبيل المثال. دائما في الصيف اذا رايحين مكان بحر، اوكي، الافضل ما نلبس الجينزات، افضل نلبس البنطلونات القماشيه الواسعه، لان تخلي شوي الجسم ما يحس بالحر. الجينز شوي ممكن يحررنا بالاخص اذا رايحين مكان بحر. هاي الطبعات بعد مناسبه جدا للصيف. الجينز ضروري بحقيبه السفر؟ الجينز ضروري جدا طبعا. ليه؟ بس يعني لانه هو قطعه اساسيه تنلبس على كل شيء، اي شيء محتار فيه البس معاه جينز يمشي. طيب في 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 سؤال يمكن بعيدا حتى عن الملابس. الواحد دائما يفكر، اجلكم الله وجل الله السامع، ك
كم حذاء أخذ معي؟ أيوة، إذا أنا مسافرة مكان بحر مثلا على سبيل المثال، أنا جبت لكم هني أمثلة. طبعا باخذ الفلات، عزكم الله نعال الفلات، أوكي هذا للمشي، وواحد اللي يكون للبحر اللي أمشي فيه على الرمل. اختيار الألوان بالنسبة لك مهم؟ الألوان أروح بعد للألوان الأساسية، البيجات الرماديات حسب لبسي مال البحر. ممكن أخذ شوي أشياء فيها ألوان فن، أصفر برتقالي الحين في الصيف بعد حلو، وما أكثر بالكثير الحذاء، الحذاء الرياضي. حذاء الرياضي أسهل، حذاء الرياضي أختار أريح شيء عندي، لا أروح أني أصير أجرب حذاء جديد، أخذ شيء أنا مرتاحة فيه في المشي ومتعودة عليه. ولون يمشي مع كذا، ولون يمشي مع كذا شيء. إذا رايحة مكان بارد، رايحة مثلا وديهم أنا يلا كان في ثلج فأنصح بالبوت، لأنه طبعا الحذاء الرياضي بيتبلل في الثلج مثلا. فالبوت هذا مناسب جدا، بس النصيحة أني ألبسه في الطيارة دائما. أنا ألبس أكثر قطع كبيرة عندي ألبسها في الطيارة عشان لا تحطينها بالوزن. أنا دائما أعمل كده، بستغل مثلا الشنطة. أيوة بالضبط هذا هو. طيب الاكسسوارات خلينا نكل، انا شايفه قطعه مهمه جدا ويمكن موجوده في كل خزانه للسيدات. أيوة. هاي بالاخص احبها جدا للبنات المتحجبات اذا لابسين قميص ابيض. ايوه دائما نحتار، ممكن يكون شفاف، ممكن ما نعرف شو نسوي، بنلبس طبقه من تحتها بنحس بالحر. ففي قطع مثل شي ممكن موجوده في محلات وايد، تكون البيزك بيس لونها بيج وما فيها خياطه، بحيث اذا لبسناها تحت شيء ما يبين. صح، ما يبين ان انا لابسه. مهمه بصراحه هاي الاطعمة، فهاي جدا مهمه وبعد خفيفه جدا ما نحس فيها في الحر. مسباحك هذا ليش؟ انا عارف. لا هاي الاشياء الحريميه سبحة. اي ما قاعد اسال انا. اكسسوار هاي اكسسوري احبها وايد لانها خشب، الخامه مالتها خشب، فحلوه حق الصيف والوانها تشي فن. فانا اروح للقطع الاساسيه واحط شويه اكسسوارات. شكرا اسماء على كل هذه النصائح، وكانت جايبه كمان شنطتين معاها، واحده صغيره وواحده كبيره. شكرا اسماء. أيوة. لوثا شكرا لكم، يعطيك العافيه.